كانت تعاني. ما نقول صيف، صيف شتاء، بالصيف تراب، التراب اللي هنا يوصل، وبالشتاء المي اللي هنا والطين والجهال ما يطلعون، ممنوع بالشتاء، والخط ما يطوب، خط المدرسة ما يطوب بالشتاء طبعا، اللي هنا ما يطوب ما يوصل، لازم تطلع على الشارع. إذا تطلع على الشارع لازم تشيل ابنك إذا ينشال، وإذا ما ينشال تلبسه تشيس اللي هنا، وأنت تلبس تشيس اللي هنا. هاي بالشتاء، وبالصيف التراب اللي هنا. احنا نشكر الجهد الخدمي، رحم الله والديكم وتعبناكم ويانا. نشكر اولا رئيس الوزراء المهندس محمد الشياع السوداني، دائما متفضل على هذه الناس. اول رئيس وزراء بدا بخدمات المناطق اللي هي مجاور العاصمه بغداد. ونشكر الجهد الهندسي الحشد الشعبي، هو قام بهذه الخدمه لاهله وناسه، وهو له سوابق لانه جابه من جبهات القتال، حرر المدن وقاتل الارهاب، ومو هو مو ليس متفضل، وانما هذا هو اهله وناسه. اذا اليوم الانسان اذا ما يتفضل على اهله وناسه المن مريود، فانهم لهم الاولويه. بلديه بوب الشام هي واحده من المناطق المستهدفه لعده مناطق ضمن فريق الجهد الخدمي والهندسي لموازنه عام 23. الحشد الشعبي باشر وبقوه في هذه المنطقه. اليوم نتواجد في منطقه الثعالبه محله 365، تشمل اعمال القص ومن ثم اعمال الترابيه والسبيس تمهيدا لاعمال التبليط. الحشد الشعبي كما كان له دور في عمليه التحرير ودحر عصابات داعش الارهابيه، اليوم له دور كبير في عمليه الاعمار والخدمات. حاليا احنا امانه بغداد قسم بلدي بوب الشام والثعالبه في منطقه الثعالبه الزراعي 365، الاعمال باشرت اعمال ترابيه. ان شاء الله نبشر اهلنا واخواننا وناسنا انه حسب توجيهات دوله رئيس الوزراء تكون الاعمال حسب المواصفات. هذا الموقع حاليا وكل المواقع نزل بها اخواننا الجهد الهندسي الحشد الشعبي الابطال بقوه، عمل متكامل 24 ساعه.